حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في عدسة إثراء. ومن خلال هذه العدسة نتجول وننتقل في كل مكان لنقل جميع التغطيات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الثقافية والاجتماعية والدينية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المختلفة. فحياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في شاشتكم عدسة إثراء. طيب الغيبة، لو بسأل الآن، الغيبة هل هي صغيرة ولا كبيرة من كبائر الذنوب؟ كبيرة من كبائر الذنوب والله، إيه كبيرة من كبائر الذنوب. يعني أنت على مركاك الآن في بيتك قاعد، كبيرة من كبائر الذنوب، أو في الواتساب أو في التواصل الاجتماعي نجيب محمد، إيه أنا وياك نسأل ما محمد إيه فيه كذا وفي كذا وفعل كذا وسوي كذا وحط كذا. أنت أمام أمرين، إما اللي تقوله صدق فيه صحيح، بخيل، محمد بخيل، محمد جبل، محمد سروق، محمد طويل، محمد قصير، محمد فيه أي شيء. وهني نقطة بس عشان نفهم الغيبة، وإيش الغيبة؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، يعني ما هو عالم فلان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لك عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عن الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، نقطة. أي شيء يكره أخيك ذكرته اغتبته. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول حن، يوم تقول أنت والله تقول يا أخي خاف الله لا تكلمك، أولاً صادق، والله أنه سروق، والله أنه بخيل، والله أنه عاق الوالدين، والله أنه فيه كلامك صدق فيه. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا صادق والله ما كذبت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. خذها في شديدك، خذها في شديدك، يا غيبة كبيرة ولا بهتان أكبر من اللي هو فيه. يعني أنت الآن شرعا في عيني شفت فلان في أمر ما هو زين، شفته وادري عنه، دريت عنه شرعا عند الله جل وعلا، ما الواجب علي؟ أستر شرعا عند الله جل وعلا، أستر. هذا اللي شفته بعيني، مو هو اللي جاني فلان يحكي وفلان سوى وفلان، إني أستر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان فعل كذا وكذا وكذا، قال له الآن يا أخوان نسأل الله العفو والعافية، بعض المجالس أغلى واحد فيهم راعي الغيبة اللي يجيب العلوم، اللي يجيب العلوم هذا غالي، هذا عندهم إيه نقال العلوم، هذا ميزانية يمكن ما يقطع المخيم ولا بس إنه يجيب العلوم، هذا أغلى واحد، هذا اللي وردك النار، هذا شفت هذا اللي وردك النار، يضيق صدرك لا طلعت من المجلسة حضر ستة تطلع كرهته الستة كل سبته، اللي ينقل العلوم هذا ويعطيك وفلان فيه وفلان فيه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان فعل كذا وكذا، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعدي والله تعال بيك أنا بينا غدا ولا تعلمني العلوم كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك، أنت متجيد الحين أنك جايب لي، هلا سترته بثوبك، أنت يوم عينت أخيك في الفعل هذا كان سترته بثوبك. هذا هو ديننا يا إخوان، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ما هو بلي جاك العلم من أخيك ولا وترى بالدور الدوائر وتجي أنت مكان، كلنا ذو خطأ. في تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس، ليه يبي عيل له شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين، قال فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. يا الله، يعني أنت وين بتروح من الله؟ يعني أنا ممكن إذا بتتبع عورتك محدود معين بشوفك نص ساعة ولا، الله سبحانه يتتبع عورتك، يعني كاشفك سبحانه وتعالى. قال ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلانة فيها كذا وفلانتان فيها كذا والشيطان شغال، بدايته
سوء ظن. شوف سوء الظن وين وداك. كم من القصص عندكم وعندنا، أخ مع أخيه، ولا زوج مع زوجته، ولا جار مع جارة، علاقة من 20-30 سنة، سوء ظن، مر سلم السلام عليكم، ما سلم، ولا في عشاء ولدي، ولا في عندي مناسبة، ولا أني في مريض في مستشفى، ولا أني اللي هو ما جاني ولا قال لي، والله ما جي ولا علم، على موقع 20 سنة وياه. اسمع إلى هذا الأثر عن 3 من 10 المبشرين بالجنة، عشان تدري هذول ليه 10 مبشرين في الجنة. وكثير من الناس نسأل الله العفو والعافية ما يدري ولا يعلم مصيره، إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو في ظنه أن الجنة في جيب. بعض الناس الآن على التقصير اللي هو فيه، لا صلاة فجر، لا صلة رحم مثل، ولا، وفي ظنه هو أن الجنة في الجيب، الجنة في جيب. وهذول 10 مبشرين في الجنة، وبعضهم ومن المبشرين في الجنة غير العشرة، وهو مبشر، بشره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. جاء رجل قال يا أبا عبد الرحمن، وهذه لفتة ينتبه لها الإنسان، قال يا أبا عبد الرحمن لعبد الله بن مسعود، قال وددت أن أكون من الأولين والسابقين وليس، قال السابقين وليس من أصحاب اليمين، يعني الله عز وجل في سورة الواقعة وكنتم أزواجا 3، يعني الناس كلها 3 أصناف، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، عرفنا أهل الجنة وأهل النار صلى الله عليه وسلم. في صنف قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذول عد. فالأخ هذا عند عبد الله بن مسعود اللي بشره النبي في الجنة يقول يا أنا ما أبي أصحاب اليمين، أصحاب اليمين واجد، لا أبي السابقين. فقال عبد الله بن مسعود بحال العابد المتواضع المؤمن وعلى يقين من الله جل وعلا، قال إذا أنت هذا منيتك، قال ود رجل ها هنا، يعني نفسه، أنه إذا مات لم يبعث، أنا منيتي أني أموت خلاص، لا لي ولا علي، أبي السلامة. والأخ هذا يقول لا أنا أبي والله ما هو. فكثير من الناس الآن يعني على سوء عمله يظن الجنة في جيبه ولا يصلح من نفسه. هؤلاء 3 سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. عثمان في المسجد جالس، فدخل عليه ومر عليه من سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، فقال السلام عليكم. يقول سعد قال فنظر إلي عثمان وملأ عينيه مني، يعني ما هو بس لا شافني ولم يرد السلام. الآن سعد واقف على رأسه سلم عليه السلام عليكم، ويطالع عثمان ما رد عليه السلام. وش سوى؟ ما راح له والله فلان فيه ولا ما فيه خير، واني انا معطيه، وانا ترى قبل مسلفه ومعطيه لكن ما يبين فيه، وانا ترى حاط كذا، ومثل ربعنا الان ادنات الدون فضح نشر الغسيل كل، وترى السنه الفلان سوى كذا والسنه الفلان حط كذا، وسوى يبي هذه مشكله رد حلها، راح لي اصلح الناس واللي يظن انه بيحل المشكله، راح لمن؟ لامير المؤمنين وقتها عمر بن الخطاب. فدخل سعد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شافه زعلان ضايق، قال يا عمر أحدث في الإسلام شيء؟ مش صاير في شيء عمر؟ لا والله ما حدث شيء. وما ذاك؟ مش جاك؟ قال مررت على عثمان في المسجد آنفا فسلمت عليه وملأ عينيه مني فلم يرد السلام. ما قعد عمر وعثمان ترى والله أنا خابره، والله من شفته وأنا ما أنا مرتاح، وانا والله ربعنا جيت تشتكي اجيك انا اشتكي فلان، قال هو في كذا، ايه قال والله اني داري من وجهه اني عارف انك، وانه سوالفه لا وش قال؟ قال انت تقول هالكلام هذا؟ قال لحظه، ها نادوا عثمان، دعا عثمان، دروس دروس، هذه دروس تعلمها الانسان. جاء عثمان قال يا عثمان، واذا كرر الحادث قال ما حصل لا جاني ولا سلم. فسعد قال بلى،
فحلف والله ما جان، يقول عثمان. قال سعد والله إني مررت وسلمت، لا والله والله تذكر عثمان. قال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، تذكر. قال لكني كلما ذكرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمله. النبي كان بيقول لهم معلومة، دعوة ذنون. قال دعوة ذنون ما دعا بها أحد إلا استجاب الله عز وجل. وش الدعوة؟ وإذ النبي يتكلم دخل أعرابي، أعرابي لا نظام لا ترتيب لا من هالبادية، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشتت المعلومة. صار الحين في عثمان يتذكرها، وش الدعوة؟ وش يقول؟ كل ما تذكرت الموقف هذا تأتيني غشاوة على قلبي، يجيني غشاوة والله ما أذهب. وهذا تحصل للإنسان إذا نزل عليه شيء يهمه واهتم فيه ما يدرك اللي حوله. مرات أنت في السيارة ما تدري وش مريت عليه وش جيته، توصل بيتك وانت ما تدري وش مريت عليه وش جيته، فعذره. شوف أنت الآن الموقف هذا لو يجيك أنت وتمر على أحد وتسلم عليه ما يرد عليك السلام، تبيعه كاسة شاهي على قولتك. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا، نلتقي بكم في حلقات مقبلة، لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.